السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. المرة هاي رح نتكلم عن موضوع الترافيك شيبينج. الترافيك شيبينج طبعا بتصنف يعني كجزء من الكواليتي اوف سيرفيس، اللي هي يعني جودة الخدمة المقدمة للشبكة، سواء كنت انت بتقدمها للمستخدمين او لبيتك او لإلك انت نفسك، حاب تعمل كواليتي اوف سيرفيس، يعني بدك نوع من البيانات انه ياخذ مثلا اولوية عن مثلا نوع اخر، او مثلا ممكن انت تحدد يعني لما يكون عندك مثلا اكثر من شبكة داخل بيتك او عملك او شركتك، فانت بدك تحدد مثلا انه عندك الوايرلس اكسس بوينت ما تسحبش من البيانات اكثر من 1 ميجابت بير سكند، مثلا عندك السيرفرز انه لهم محدد 2 ميجا، ولباقي ما تبقى من الشركة مثلا 1 ميجا اذا كان عندك خط 4 ميجا او شيء مثل هيك. طبعا اول شيء انت بدك تدخل على الفاير وول على الترافيك شيبر، بعدين بدك تختار اللي هو احنا راح نعمل عملية ليميتنج، بدنا نحدد انه لهي الشبكة راح نقوم بالعملية. طبعا انا عامل هنا 2، راح نعمل 2 اخرين او 2 جداد خلينا نسميهم. مثلا بتيجي هون او لا، بنحدد لإلنا نفسنا يعني للشبكة اللي احنا عليها اللي هي دي ام زي خلينا نحكي. فمثلا هنا خلينا نحكي دي ام زي اوت، تيجي طبعا بدك تعمل انيبل، بدك تضيف عملية الباندويث. بالنسبة للباندويث يعني طبعا هون حاطين كيلو بت بير سكند، لكن هم يعني مخطئين بطريقة معينة. ليش؟ لانه لو كان عندك انت 2 ميجا اللي هو 2 248، طبعا هاي علشان تحولها ميجا بت بير سكند بدك تقسمها 8، بتطلع عندك بتساوي 256. يعني انا عندي 2 ميجا، فعليا الخط تبعي هو 256 كيلو بت بير سكند. لكن انا لو بدي اجي هون بدي احكي له مثلا، لو حكيت له 100 خلينا نكون يعني زي ما هم بيحكوا كيلو بت بير سكند، خلينا نحكي 100. هون طبعا بدك تحكي له مثلا اي شيء علشان يوضح لك شو الليمتر اللي انت عامله. دي ام زي خلينا نسميه ليمتر اوت، هي اوت فوق اوت طيب هاي سيف. هاي بالنسبه للاوت. كمان بدك واحد ثاني علشان الان، اذا كان انا عندي 2 ميجا اوت 2 ميجا داونلود، يعني ان داونلود انت داخل على شبكتك داونلود من الشركة من الانترنت، فمعناته ان داخل على شبكتك، فعندي 2 ميجا داونلود، ابلود نص ميجا، فمعناته الاوت يعني هاي الاوت راح تكون عندي نص ميجا. فانا مثلا دي ام زي ان ونعمله انيبل، ونختار مثلا كمان نفس الشيء 100 و تحكي له مثلا دي ام زي ليميتر ان، بتعمل سيف. الان صار عندك هاي، بتعمل ابلاي بس عشان يعني تفعل الامور. الان يعني انت ما عملت شيء، انت بس زي كانك وضعت رولز قواعد لعمليه الشيبينج ووضعت على جنب قوانين، اصدرت قوانين، لكن على مين هاي القوانين بدك تطبقها؟ بدك تيجي للفاير وول، نروح على دي ام زي، بعدين بدك تيجي هون. طبعا هون محطوط راح نعمل شيء ثاني. الان انت بتقدر تحط ثنتين باس اول، يعني هاي كمان باس اول، لكن هاي معمولها كواليتي اوف سيرفيس. لو ادينا هون هاي شيء ادفانس سيتنج ليميتر دي ام زي ان ليميتر دي ام زي اوت. فانا اللي راح اعمله هون راح اعمل ايديت، وراح انزل الى الاسفل، نخلي اول شيء allow عشان نسمح للبيانات باس، يعني
اسمح له. الآن ما في شيء عندي هون، ليش؟ لأنه هاي فعليا كمان باس اول، وبتنزل لأسفل هون مثلا بتحط، احنا حاطين ثنتين لكن هاي. الآن في عندك ان وبعدين في عندك اوت. ان معناته داونلود، فمثلا هاي بتحطها ان وهاي دي ام زي اوت. طبعا هم بس فرقت كابيتال لتر وسمول لتر، مش مشكلة، لكن بالنسبة للنظام يعتبروا نوعين من القوانين مختلفات عن بعض. بعدين بتعمل سيف ونعمل ابلاي كلوز. طبعا انا كنت بلشان على موضوع او بشتغل على موضوع اللي هو السامبا. السامبا عبارة عن نظام فايل شيرينج، فيه في كثير موضوع معقد كثير. السامبا مش موضوع معقد كثير، انه يعني غني بالفيتشرز والاوبشنز، يعني بالخيارات والامكانات. السامبا طبعا هنا جي زيب طبعا. فانا بديت بموضوع ليرن سامبا، وبديت هنا فيها، لكن للاسف انه مش يعني لانه قديم شوي، مع انه هو طبعا 450 صفحه، لكن للاسف يعني قديم شوي، فما حسيت انه يعني فادني كثير. لكن انا يعني فهمت الاشياء اللي فيه، كيف طريقه تعمل فايل سيستم، البرايوريتي، البيرميشنز، الاشياء هاي. لكن موضوع السامبا، طبعا السامبا اللي بيعرفش ايش يعني سامبا، اللي هو زي الويندوز فايل شيرينج، طبعا مجانا اذا كان الويندوز مثلا 2012 اللي هو 2012، بكلفك تقريبا 850 دولار، فانت سامبا بكلفك شيء. لكن انت بتقدر، انت اذا حبيت تدعم السامبا ممكن تطلب منهم عملية يعني سبورت، بتوقع معهم عقد سبورت او كذا، يعني تيجي بدل ما انت هناك تشتري بعدين ترد تجيب حدا يعمل لك سبورت، هنا بس بتاخذ سبورت بس، وهم بيعملوا كل شيء. بعدين هو بيعمل سامبا الجديد 4، اللي هو اخر اصدار من سامبا، سامبا 4. هنا مخطوطة سامبا 4، هاي شايفين الفيرجن 4. هنا كلياته بحكي عن سامبا 3. السامبا 4 فول ويندوز اكتيف دايركتوري كومباتبل، وهذا شيء رائع. يعني انت مش زي اول بس انه يكون دومين ممبر، لا، الان هو الاكتيف دايركتوري، وكل يعني كل الدومين ممبر بيكونوا تحت يعني تحت قيادته، خلينا نسميه. طيب خلينا نيجي هون، مثلا نيجي هون على جيت سامبا هون مثلا، هناخذ او بتقدر تيجي هون على الهوم وتقدر تعمل جيت سامبا. طبعا يبدو انه طيب لو ناخذ جيت سامبا، طبعا موجود عندي، خلينا نسيفه في مكان ثاني، نشوف كم السرعة. طيب شايفين الان انا حطيت 100، عندي 11.4 بالعشرة اللي هي تقريبا 100 على 8 بتطلع 12.5، معناته تقريبا مع حق يعني بالقيمة اللي معطيني اياها 12.5 ميجا بت بير سكند. فهنا كيلو بت مش كيلو بايت، فبتراوح يعني ما بين 11 16 18 15 هيك. لكن انا لو بدي 100 ميجا بت بير سكند، فانا بدي اضربها ب 8، يعني بدي احط له 800 علشان يعطيني هنا 100 ميجا بت بير سكند. يعني انت بتقدر تقارنها، انا عندي 2 ميجا بعطوني 200 كيلو بت بير سكند، لو عندي 1 ميجا اكثر من 100 كيلو بت بير سكند. فاي فكره يعني. طبعا هاي بالنسبه للترافيك شيبينج، يعني انا هاي كل شيء الاوبشنز، الخيارات، كونفيجريشن للترافيك شيبينج. لكن الموضوع الجميل هنا انه انت لو كان عندك وايرلس اكسس بوينت
وكان عندك ضيوف بيجوا عندك وبطلبوا منك الباسبورت والاشياء هاي، فانت بتستحي تحكي لهم ما تفوتوا مثلا على اليوتيوب تحضروا فيديوهات كثير، ما تعملوا داونلود، ما تعملوا كذا. فانت بهاي الحالة بتقدر تعمل التالي، خلينا نعمل بوز خلص. بتقدر تعمل التالي، ممكن تيجي هون عندك هاي الترافيك شيبر. مثلا لو اجينا هون عملنا الياس، خلينا نضيف الياس جديد. مثلا الالياس خلينا نسميه نو ليميت. فمثلا هذا نو ليميت، نو ليميت اب اي تو فول، مثلا سوري فول داونلود باندويث. بعد ما تيجي انت هون بتضيف، مثلا انا عندي خلينا نضيف الجهاز اللي احنا عليه اللي هو 172.20.20.9، بتحكي له فول باند او احكي له فول باندويث. بدنا نعمل سيف. الان بننتقل طبعا ابلاي تشينجز علشان ها ننتقل هون. فانت مثلا موجود على هذا الجهاز، طبعا يفضل انك تيجي كمان على دي اتش سي بي سيرفر وبتيجي على الدي ام زي، بعدين تيجي هون اخر شيء في الاسفل شايف عندك دي اتش سي بي ستاتيك مابينج، فبتيجي مثلا هون بتضيف مثلا ايش الماك ادرس للجهاز اللي انت عليه، مثلا 0011 اي بس مثال يعني 22 3344. الان شو مثلا كلاينت اند ايدنتيفاير مثلا ادمن بي سي، الاي بي ادرس 172.20.20.9، بعدين تحكي له مثلا هون ادمن بي سي، description كمان admin. يعني انت اتوقع يعني وصيتك المعلومة مش موضوع يعني معقد كثير. بتيجي هون مثلا بتحكي له انه عندي اللي هو الفاير وول راح يكون DNS server كمان، عذرا بتضيف هون طبعا الجيتوي، مين الجيتوي، اذا مثلا بدك تضيف TNTP server الى اخره، بعدين بتعمل سيف فبحفظ البيانات. بعد ما تم الحفظ للبيانات فانت بتتاكد انه كل مره هذا الجهاز راح ياخذ نفس الاي بي ادرس اللي هو 9. بعدين بعد ما تعمل هاي العمليه بتروح على الرولز، بتروح على الدي ام زي. بعد ما تروح على الدي ام زي شايف هون نعمل اديت، تنزل هون طبعا مين السورس نوت يعني او لا مثلا مين السورس هون، خلينا نحكي سنجل هوست، بعدين نحكي له نو ليميت. فهذا هو اللي مسموح له نو ليميت علشان يوصل الانترنت باس اول، بس انت بدك هون تلغي ال. بعدين بتعمل سيف. الان بطل في عندنا ليميت على هذا الجهاز. بعدين بتيجي على تعمل نفس الشيء باس اول كمان مره، لكن هاي المره بتيجي هون على الان والاوت، بتحكي له مثلا هاي دي ام زي ان وهاي دي ام زي اوت. كل الاجهزه ما عدا الجهاز اللي انت يعني حددت له الاي بي ادرس تبعه راح يعني راح يتم خلينا نسميها تحديد الباندويث تبعه. لو حكينا الان ريسيوم كانت 12 16، الان بلش الباندويث يطلع
شايفين 200 يعني بوصل 200 وشي يعني. فبهي الحالة أنا عندي full bandwidth، لكن بقية الأجهزة على نفس السبنت ما رح يأخذوا غير 1 ميجابت أو عذرا يعني bandwidth قليل جدا. بيكا يعني طبعا هي نزل عندي هون، فنعمله cancel ونقول لشركة سامبا شكرا، أو مؤسسة سامبا شكرا. وهيك هاي كل شيء انت بتحتاجه فعليا علشان تعمل طبعا عذرا هنا لازم تعمل له باس مش بلوك، عشان بقية الأجهزة يكونوا يعني هاي آخر تعديل عشان تأكد انه كل الأمور عندك بتتم بسلاسة. وهيك انت عملت ترافيك شيبينج او ليميتينج للشبكة تبعتك. فهيك حتى لو فات على اليوتيوب ما راح يعني يطلع له. طبعا انت بتقدر هون تعدل الليميتس، بتدخل على الليميتس، خلينا نحط الان والاوت بدل ما يكون احنا حاطين 100، فانا علشان يعني اضمن انه راح ياخذ بس 1 ميجا او نص ميجا، فانت علشان ياخذ نص ميجا اللي هي لو كان عندك 2 ميجا 256، 1 ميجا 128، ونص ميجا راح تكون 56. فعشان اعطي نص ميجا بحكي له 512 الباندويث او 500، يعني مش موضوع كثير حساس. فهذا علشان يعمل ان، هذا اوت طبعا، هذا اللي هو الابلود. الان علشان تعمل الداونلود فانت هاي اوت ان يعني داونلود اللي داخل على شبكتك، فانت بتحدده هنا 500. فمهما كان يعني حتى لو دخل على يعني على فيديوهات، على مثلا فيديوهات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، ما راح يكون قادر على يعني هاي. هون لو اجيت اورجيكم كيف العمليه بتتم، لو الغيت هاي عملت لها ديسيبل، فهي موجوده لكن معموله ديسيبل غير فعاله. نيجي هون ناخذ كمان مره، شوف الداونلود. لا طيب في شيء انا مش مزبوط. ما عملنا apply changes. والان نعمل retry ونلاحظ هون بس ما راح يزيد عن يعني ممكن يوصل 60، بس ما راح يزيد عن 60 نهائيا. وصل 65 يعني هو فعليا هو يعني 128 نصها 200 نصها 64، فهي بهالحدود راح تكون بين ال 50 وال 70. هيك بنكون وصلنا نهاية الفيديو. شاكر لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.